جاهز استاذ علي؟ تبدين انت الاول ولا انت اللي بتبدا الاول؟ الضيف اول تفضل. ايش الفتره اللي قلت انها بتعدي وعدت؟ حلو السؤال. اعتقد هاي الفتره قلتها انا في قناه الجزيره، وكل يعرفه ما انا ارد اقول يعني تفاصيل هذا الموضوع. قلت ان الاخوان راح يرجعون لبعض، والحمد لله رجعنا لبعض. الحمد لله الحمد لله. طيب الحين انا اللي بسحب، يلا بعطيك الكروت، خليني انا اسحب كرت استاذ علي. ما اعطيك كرت صعب انا. لا بدون غش استاذ علي. لا والله ما غش ترى، والله حتى انا زيك، انا والله ما ادري وش الاسئله اللي حاطينها الاعداد. ما هي نسبه ثقتك في صحباتك؟ يا الله على الاسئله اللي انتم ما ادري بتودوني في داهيه انتم ذا الاسئله. يعني شوفي انا اقرب الناس لي انا اتوقع خواتي، هم انا اعتبرهم صحباتي وخواتي وكل شيء. كثقه اصعب الثقه، انا دائما اقول الثقه استاذ علي الواحد يكسب الثقه ما تجي، صح ولا انا غلطان؟ ايش رايك في هذا الموضوع؟ طبعا، والثقه هذه ما تجي الا بالتعامل يعني هل انت من الناس اللي سهل تثق في الاخرين ولا صعب؟ والله الثقه سلاح ذو حدين حقيقه. يعني انا دائما يعني أأمل من اللي قدامي الثقة، ولكن أهواء الدنيا ومغريات أحيانا والشيطان أحيانا يلعب في نفوس بعض الناس يعني. ولو ضاعت، ولكن الثقة كلمة راقية وكلمة جميلة جدا، وإذا كلنا نثق في بعضنا ما كان كانت الدنيا بخير حقيقة. صحيح صحيح. طيب أنا يعني ودي أعرف منك، لو لا قدر الله، الله لا يكتب على أحد، لكن لو فقدت ثقتك في إنسان أنت كنت تثق فيه أو خان الثقة هذه، كيف بتكون ردة فعلك؟ تتوقع أنه تقدر ترجع تثق فيه مرة أخرى؟ لا، أنكسر داخليا، أنا أنكسر. إيه؟ يعني يصيدني حالة هستيرية، يصيدني حالة انعزال، يصيدني حالة تأمل، ليش حصل هذا الشيء؟ وليش غشني؟ وليش خانني؟ وليش يعني راحت الثقة بيننا؟ صدمة، صدمة بالنسبة لي. صحيح صحيح. يلا جاء دورك، أنا الحين بخليك تختار أستاذ علي. أنا حبيت اللعبة مع أستاذ علي، أنا ودي من بداية الحلقة وحنا نلعب. يلا إذا كانت الصفة المشتركة بين النساء هي النكد، فإيش الصفة المشتركة بين الرجال؟ مو صحيح، أنا متأكدة اللي كتب السؤال هذا واحد من الشباب في الإعداد، مو واحدة من البنات. لا هذه صعبة، صعب الرد عليها. يلا لازم، وشاهد من أهله. إيش الصفة المشتركة بين الرجال؟ يعني النساء النكد صح؟ لا والله حنا منا بنكديات، والله وش حللنا نهبل والله. السبب 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 في النكد هم الرجال. أنا أقول التنافس. التنافس الشريف. نعم، التنافس الشريف هي صفة مشتركة في الرجال. بين الرجال. نعم. الرجال في البزنس، في الشغل الفني، في كل مجالات الحياة، في الطب، في الاقتصاد. وش الفرق على السريع أستاذ علي، وش الفرق بين التنافس الشريف والتنافس الغير شريف؟ من وجهة نظر الغير شريف راح يكون وراء غش، راح يكون وراء خدع، راح يكون وراء أشياء غير مشروعة. نعم، ولكن الصدق صدق، ما في شك أن الواحد يشتغل على نفسه ويركز على نفسه.